شو؟ بعد نص ساعة بتقولي اي وبدي صدقك شلون بدي صدقني طيب بعد نص ساعة اي من جد ليش هيك؟ عنيفة انت عن جد؟ انه بتسوق بتعن جد ما بتحب شريرة شو بدك يا باسل تن 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 مو مجبور يا أميرة مو مجبور أنت بتصوت غير لمحمد إذا طلع مني يا الله تصور يا محمد أنا بشوف أنت بزعني على صوت غير لمحمد أنا مش فايدة يا أميرة أوكي بيني أحكي لك بتعرف هذا انا شكري كثير ما بس خفي بس وحياة الرب ما عرفني تعرف شغلة؟ بس بينال بينال بتبلدي شلون يعني شلون لا لا انا بس بسأل انه كيف كنت عم تفكر في الموضوع ما هيك نفس الشيء محمد بس محمد لسه موقفه اخرى مين؟ محمد مغربي مغربي بده يصوت لميرا لا بقول يعني. لك لا لا بزبط لا بعدين انا بحكي بصوت واطي اذا ضروري تسمع لا لا ما يا شو اسمه محمد موقف الغالي لازم الله يعينه وشرفه ما رح يجوا مع بعض شوي ما بتخيل ايوه اذا اجوا مع بعض يعني رانيا اللي لا 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 كل واحد حر بصوته لك يعني. لا 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 ل